رح نستقبل مع بعض ممثلة وكوميدية من العيار الثقيل اللي علقت الجرس بتسمية الأمور بمسمياتها لما نتحدث عن المسرح الكوميدي السياسي الساخر الرائعة أمل الدباس. أنا شخصياً عملت لي جلطة، يلا. أنا بعترض، لحظة، ليه السلام علي بطريقة الكورونا والسلام علي بطريقة التعبير؟ هي بادرت، أنت ما بادرت. أنا أنت عملتيلي أنت عملتيلي هيك، أمل أنا كثير بحبك. حبيب قلبي. والله العظيم هيك بس شو حبيبة القلب، أختي لي أختي أنت والله. شكراً جزيلاً. يسعد عينك إن شاء الله. الحضور الرائع ولايف لايف أحلى بكثير بعد. تسلم. سبحان اللي خلاك. تسلم. بس أنت ما حكيت لي هذا الحكي لما تقابلنا. اللي عليك انت؟ اه انه لايف وطع الطبيعه احلى وكذا. منك على انه نفس الشيء. ما فرقت. لا بس انت حلوه على الطبيعه ولد يعني فهمت شو قصدي؟ اه اليك هو قصده مش على طبعا 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 ما بيحكي انا. عن جد يعني السهره حليت بوجودك، مبسوطين اكثر انه رح يكون في عندنا جلطه. الحمد لله. جلطه صار لها جلطه. طولت. هاي السنه الرابعه. يعني هذا اطول جلطه بالعالم، ثلاث سنين جلطه وما مات المريض معنا. ولسه ما فطسناش. لانه المفروض ثلاث سنين جلطه، المفروض المسلسل يكون يعني عامل راحه يا كوما اذا بدك. لا الحمد لله ان شاء الله بصير 40 مش ان شاء الله بصير 50 سنه جلطه. بعد الدعوه غريبه. ما عندك مشكله ما عندك مشكله تطولي العمل بموسم؟ لا وبدنا ندخل جنريشنز كمان يعني اذا عم بيلاقي النجاح. مزبوط. اكيد اكيد اكيد. هو تشوفي اذا يعني الامور كلها كانت بنصابها زي ما بقولوا ودائما كنا ريليتد لقضايا المجتمع أكيد في نجاح. يعني دائما لما الواحد بياخد بالأسباب بيوصل للي بده إياه. صح. ويا رب السنة نكون قد الحمل لأنه لما الواحد بيوصل لمرحلة بده جهد أكبر حتى يبني عليها. صح. وستيب فورورد دائما اللي بيقدمه هو ريليتد لقضايا مجتمعه. لازم لازم علشان انت توصل للناس بدك تمسهم. طبعا بدك ما بينفع تكون مش قارئ المشهد شو عم بيصير حواليك. يعني انا سؤالي من 91 لجلطه بالموسم الرابع، كيف تطلع على المشهد؟ راضيه ولا كان نفسك بعد هالسنوات نكون بالاردن محليا بمكان احسن؟ مش بس كوميديا. انو مشهد بس عشان اعرف مشهد الدراما الانتاجات. بالتمثيل المسلسلات كله بيطمح للاحسن. كل واحد بيطمح للاحسن. لا احنا احنا الاردن الوضع كيفي هذاك. لا هلا شوفي لو اقول لك للاسف للاسف انه لا مش راضي. يعني بالثمانينات احسن من التسعينات. اوف يعني. واو. العمل الأردني كان. صح. يسكر شوارع. صح. في العالم العربي بشكل عام. إن كان في المغرب العربي أو في الخليج صار في أشياء حكمت الحالة بشكل عام في العالم العربي. صح. خصوصاً نحن صار الفنان الأردني مقاطع في حرب الخليج وهيك إلى أن الذائقة ما عادتش عالية. صح. الطروحات أصبحت خجولة يعني نزل عم نرجع نفس المبدا الجمهور عايز يعني احنا كده. المشكله وين؟ اللي بيصير على الارض مانك راضي حتى على التذوق يعني طبعا. لانه عم نمشي على مزاج الجمهور لسرجانا. بالضبط. احنا صار اول شيء اخفاق بالذائقه، ثاني شيء اخفاق بالقضايا، لانه اللي بيصير على الارض اكثر كثير من اللي عم بنطرح بالدراما. والدراما هي ريفلكشن للمجتمع. طبعا طبعا. انا مع انه نختم فقره الممثله امل دباس، النجمه امل دباس. خلص خليها تفل تجي ام فؤاد. يعني عرفت كيف؟ خليها تجي ام فؤاد. صح. حكينا رسمي كثير. يعني حكينا رسمي كثير. بدنا ام فؤاد. يا كسيلة صبية. والله بدنا ام فؤاد. خبر عز ودياني اكلب. طلعتوا لي الاجابة. يلا اكلبي والله. يعني انا عن جد انا يعني بحبها لامل وكل شيء بس طقت لام فؤاد. لكن بس خليني اسالها بسألها سؤالين بشخصية ام فؤاد. هي صوتها حلو على فكرة. لا دغري بفوت اغاني. بسألها سؤالين بشخصية ام فؤاد بس شخصية. بس شو الدور اللي امل؟ يعني هلا بشخصية ام فؤاد، شو الدور اللي نفسك تعمليه ولهلا ما عملتيه؟ شخصية ام فؤاد شو بتقولي؟ نفسي اسوي شجرة الدر. شجرة الدر. ويذبحوها وكتلوها وتروح. ليه السوداوية فجأة؟ ليه السوداوية؟ طب شو اضافت شخصية ام فؤاد لامل الدباس؟ بكاركتر ام فؤاد شو بتقول؟
بس يعني نسيتها لأمل أخرى، بس يعني هذا اللي أضافت لي يعني، بس أقعد عن فؤاد بنسى أمل دباس. بس مهضومة يا فؤاد طبعا كتير. طبعا أيقونة أيقونة في العالم العربي بالغناء وبالصوت. حابين نسمع صوتك بأدي بأدي يعني، مش صوتي حلو يعني، صوت حلو يعني. لما احنا لما تقولي صوت حلو دغري بطلع الميكرو. أنا جاهز بالميكرو. شوف شو بدنا نعمل هلأ، أنا رح أعطيكي حرف وأنت تكوني مجهزة أغنية. أوكي. شو رأيك يا شام؟ وإذا ما لقيت الأغنية، وإذا ما لقيت الأغنية بوقت كثير قليل، في عندك بلون هشام؟ بلونة؟ اديني البلالين. أيهم يلا اديني البلالين. يلا انت هون يعني، وين البلالين وينهم؟ هيهم. والدبابيس هالميكرو هشام. انا دائما دائما حاضر ميكرو. مين بيقول الحرف؟ انا بعد للخمسه. بتقولي الحرف، بتعد للخمسه. حرف الكاف. اوكي حرف الكاف. يلا. 10. شو هو الحرف الكاف؟ رح اعد للخمسه. يلا 1 5. لا عفوا عفوا عفوا، استعجلت يمكن. طب ما لقيتي تاخرتي، شو بعمل لك يا ام فؤاد؟ والله طب انا ما عندي وقت. انت لسه ما قلت، انت لسه ما قلتيش الكاف. قالت كاف وعلى طول لازم اقول كلام الناس. لم يقدم ترارم. بس ولا يأخر ام فؤاد، انت لك امل ولا يأخر. ترارم ترارم كلام الناس. ملالا وغيرا اكثر. برارم 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 كلام الناس. بس كلام الناس الشيء لم يقدم ولا يأخر. كلام الناس كلام وغيرة مش أكتر. يا حبيبتي نسمعهم، أنا عاشق بسمعهم. يا حبيبتي نسمعهم، أنا عاشق بسمعهم. عيوني ما حد يمنعهم ولا بال وهمي حتأثر. كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس. لا 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 يقدم ولا يأخر. بس أنا دانا عندي اعتراض. طبعا ليش بس براو علي. بس أنا عندي اعتراض أمل. سلام الناس بالشين مش بالكاف. يلا تاني حرف. استنى هلا استنى شوي. اي طبعا طبعا لحظه. تاني حرف هلا مش حرف. اغنيه تبدا بكلمه عيون. والله انا قلت هو استعجل. لا شو كيف بدك تقولي؟ ما صار 10 ثواني. حسيتها غلط شويه. ايوه لا هلا ما قلت شو. عيون القلب سهرانه. عيون القلب. حرف ليت اخر حرف. لا بقى عندي هالبالون ازعجك وهو ورا ولا بده بشوش علي؟ بده يفقع البالون. لا طيب. اخر بدنا نغني بعد ما نتسلى بس نولعها. لانه عيون عيون القلب يعني عيون القلب اكثر خرج عيد عيد يعني عيد الاستقلال. لانه عيد راس السنه يعني. يعني هلا الجماعه بالبيت ناموا على 11 تقريبا. ما هو انا هذا مودي يعني، انا بعرفش اغني الا هذا الستايل من الاغاني. شو كان في بالعين غير عيون القلب؟ عيون شو كان في؟ عيونك حلوين ليش بعدك عزيزي؟ عيونك عندي مجوزي. على الله نرجع مثل ما كنا. وعلى الله هلا بأي حرف؟ آخر حرف. شفتي كيف؟ هاي شعللت لك الجو. كثير حبيت طا 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 ظا ظا. يلا عشان البالون عشان تفقعوا. ظلموا ظلموا برافو القلب الخالي ظلموا. لا بس سؤال بس عفوا عفوا ظلموك ما عجبتني صراحة. ما عجبتني للآخر يعني. بس ما عجبتني. ما بيأذي اللي عم بيعمله. يلا 1 2 3 روح بريك. يلا روح اتكل على الله.